صدر عن حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 44 لسنه 2020 بتعيين سكرتير شخصي لصاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء جاء فيه الماده الاولى يعين الشيخ عبد الله بن راشد بن خليفه الخليفه سكرتيرا شخصيا لصاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بدرجه وكيل وزاره